جزيلا كلمة الرب. هللويا هللويا هللويا. تعال مع بعض نقولها سوا مع بعض. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع في فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك رب لأجل عملك، أشكرك رب لأجل حضورك اليوم. ما تسمح ولا أحد اليوم يخرج من هذه القاعة كما دخل، لكن يخرج محرر، مشفي، مخلص. صلي يا رب اليوم أن أشخاص تعرفك معرفة حقيقية، افتح العيون والقلوب وتعامل معنا يا رب من خلال حضورك، نتلامس يا رب مع حضورك في هذه القاعة. سيدي أشكرك يا قدوس اليوم بأنك تعلن ذاتك لكثير أشخاص في خبايا قلوبنا جوا، بعد في غرف مظلمة، بعد في أماكن نحن ما بنعرفها. مكتوب القلب نجيس من يعرفه. تعرف شو اليوم هيك قل له سيدي أنا ما بعرف شو في جواتي، ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال لكي يعرفكم ما يوجد في قلوبكم. ورب اليوم بده من خلال كلمته رح يكشف قصص تفاجئك. تعرف ما رح تفاجئه لقاله لأن هو بيعرفها، هو شايفها، هو شايف هذه القصص اللي جواتك، لكن أنت اللي رح تشوفها اليوم. رح تقول له يا رب فيك تتواجه معه، لما بتتواجه مع اللي جواتك عادة يا بتكون ردة فعلك بأنك تعيش بالنكران، تقول لا أنا مش هيك، أنا لا 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 مش هيدا أنا، أو تعيش بالتواضع والانكسار. تقول له سيدي حررني، أنا بحاجة اليوم أني أتحرر، في شي جواتي غلط، في أفكار جواتي غلط، في مشاعر جواتي غلط. تعال يا قدوس اليوم من جديد سيدي، ألمس كل شاب وصبية وكل خي وأخت موجودة في هذه القاعة. تعامل معنا يا رب معاملاتك بروح القدس وتمجد فينا سيدي. مبارك أنت، دائما نتذكر أن نعطيك أنت وحدك كل المجد. أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. نزيد روح معي لكتاب روما، رح نكون هناك عم نبلش، وين رح نخلص ما بعرف، بس إلهنا صالح. هللويا. قديش أنا عم بتمتع بالحقيقة بإني أتحدث. بلشت أحكي عن النعمة ومن خلال النعمة رحت أحكي عن الحياة بالجسد والحياة بالروح. وللأشخاص اللي بعدها ما كانت هون وتذكيرا هيك بسرعة ببعض القصص، بدي ذكرك بسرعة يا أحبة بأنه نعمة الله ينبغي أن تكون حاضرة في حياتنا، ليس فقط من بعد ما أنه نوقع بالمشكلة أو نوقع بالخطية أو نوقع بالمصيبة. ومعظم الأحيان نحن بس نوقع بالمصيبة عادة نصير نقول بشكرك رب عن النعمة من بعد ما نتوب، ما هيك؟ شو بكم صح؟ وأشخاص بتتكل على النعمة بهذا الأسلوب. وأنا بشكر الله طبعا على النعمة اللي بقول هيك، قال أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحدكم لنا شفيع عند الآب هو يسوع المسيح البار، مش هيك؟ شكر الله من أجل حماسكم يعني الليل. هي شو قصة ساعة يعني ولا شو قصة؟ قول هاليلويا. بس تحتل أنه ساعة بالإيدين، حط إيديك جاتك بس تمك ساعة، هلا بس تحكي بتحمى بتحمى. بقى بنجدد قول هاليلويا. آمين مجدا ليسوع. بدي شجعك بأنه تعرف بأنه أنا وأنت عنا شفيع عند الآب، أنا وأنت محبوبين من قبل الله الآب والله الابن يسوع المسيح الذي أعطانا كل شيء. بقول هيك قال صار لنا حظوة بالمحبوب. وأنا اليوم بدي شجعك تعرف أنه أنت محبوب، أنت ثمين بعيون الله وهو يحبك جدا، وأنت غالي كثير 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 على قلب الرب. لكن للأسف الخطيئة مشكلتها بأنه خاطئة جدا، مثل ما كنا عم نحكي في بداية حديثنا عن النعمة، وقلنا أنه بالحقيقة مشكلة الخطية مش بس أنه الشيء اللي بصير معك أنت وعم تعمل هالخطية ومن بعد ما أنك عم تعمل خطية، لكن مفاعيلها أيضا تأتي في أنه تحجر القلب. الخطيئة قال تقسي قلوبكم، ومشان هيك لما بيقسى قلبك عادة ما تعتقد بأنه الله صار بعيد عنك، وهو الحقيقة بأنه الله ولا مرة رح يكون بعيد عنك، أنت اللي رح بتكون بعيد عنه.
والخطيئة مشكلتها بأنه بتخليك تشعر بأنك أنت ما بقى فيك تتقرب لعند الرب، تشعر بأنك أنت فاسد، تشعر بأنك أنت مش محبوب، تشعر بأنه الله ما بيحبك، وتشعر بأنه مش مسامحك أساسا. وعندما يغرقك إبليس بالشعور بالذنب، وعندما يغرقك إبليس بالحقيقة بهذا النوع من المفاعيل الخطيئة، اللي رح بصير بحياتك هو بالحقيقة ابتعاد عن الله وحياة الفتور. وبعض الأحيان في ناس بتلتجئ أيضا إلى العالم، وهذا اللي بصير عادة من جراء الإنسان اللي بيسقط بالخطيئة، لأنه معظم الناس اللي عادة بتعيش بهذا الأسلوب وما بترجع للنعمة. مش هيك أنا دائما بدي ذكرك في شيئين بيخلوا حياتك مستقيمة أمام الله، هو الانكسار والاعتراف. قلوا هيك لحدك، قلوا في شيئين بيخلي حياتك تضل مستقيمة أمام الله، هي الانكسار والاعتراف. اسمعني، الاعتراف هو ليس مثل ما أنا وياك بنفتكر، لأن نحن بنفتكر المنطق تبعنا بالاعتراف لك شو حلو أنه أنا هلأ بروح بسرق بنك وبعترف لله بيمشي الحال، عرفتني كيف؟ ولو هي هيك القصة كانت القصة منيحة، يعني لأنه الفهم أو المنطق أو الطريقة اللي أنا وياك تعلمنا فيها من خلال التدين بالحياة الاعتراف بأنه أنا بغلط مع جوب وبروح بعترف لراينر، بروح خي راينر ما دخلوا بالموضوع، أنت مغلط مع جو عليك أنك تروح تصالح جو، قال اذهب وصالح أخاك. ومش هيك اليوم بدي شجعك من كل قلبي أحبه بأنه بالاعتراف أساسا في انكسار، بالاعتراف في تواضع، بالاعتراف في شفاء. نسمعني ليك شو قال الكتاب المقدس أيضا، قال اعترفوا بعضكم لبعض بزلاتكم حتى تشفوا. قال له هيك لحدك، قال له اعترفوا بعضكم لبعض بزلاتكم حتى تشفوا. لا بتعرف، لا 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 لسنين عديدة أنا كنت أعتقد بأنه الاعتراف أو الخطية هي عائق أمام أن نال شفاء جسدي، وهو هذا صحيح، لكن أيضا الاعتراف بيشفيك وبيشفي اللي اعترفت له. ما عم سمعني؟ لأنه الخطيئة تمرضك، عم سمعني؟ وبالحقيقة العناد والكبرياء يمرضك ويمرض الشخص اللي أنت أصلا معاند معه وفي شيء أنت وياه. ومشان هيك النهار اللي أنت بتعترف، هذا الاعتراف بجيب شفاء لألك بالحقيقة وبجيب شفاء للشخص الآخر. واليوم التبرير ما بجيب هيك شيء، لأنه الله هو الذي يبرر، مش أنت اللي بتبرر حالك. عم سمعني من جديد، قال له حدك هيك، التبرير ما بجيب شفاء، بالعكس بجيب شريعة أكتر بعد. طيب مثل واحد جاي يزبطها بقوم بكسرها. في ناس تجي هيك أوقات تقول يا خي سمحني، أوكي سمحني أنا دعست لك عجرك، بس الحق عليك، مش هيك ما بتعطى؟ بس ما هو أساسا أنت أصلا حطيت إجرك هون، لو ما أنت تحط إجرك أنا ما كنت دعست. نعم بتعرف بمعنى تاني بأنه أنا بالحقيقة مني حزين أني دعست لك عجرك، بالحقيقة أنا مني منكسر بهذا الموضوع، أنا بالحقيقة مش حاسس أني غلطان، أنا حاسس بأني أنا عملت ردة فعل. وبتعرف هذا ما اسمه اعتراف، هذا اسمه تبرير. واليوم أنا بدي شجعك من كل قلبي بأنه الاعتراف هو إدراكي بأنه بالحقيقة الخطيئة مش بس فصلتني عن إخواتي، لكن فصلتني عن الله. قال صارت خطاياكم عائق بينكم وبين إلهكم. أسمعني، ومشان هيك النهار اللي أنت شاعر بأنه صلواتك ما عم تطلع فوق السقف، النهار اللي عم تشعر بجفاف بحياتك، النهار اللي عم تشعر بعدم رغبة في قراءة الكلمة، بعدم رغبة في أنك تعبد الرب يسوع، بتعرف أنا ما بعرف كيف في واحد ما يقدر يكون مغروم بيسوع، ما بعرف. بس شيء بالنسبة لي مذهل بأنه أنا وأنت بعض الأحيان بنشعر بكل هذه المشاعر لكن ما بنعمل شيء، ونحس أنه حياتنا تمام والله بحبنا وكل شيء تمام، لكن في مشكلة. المشكلة بأنه برودة القلب، فتورة الروح، هي نتيجة إنسان عايش بعدم انكسار وعدم اعتراف. هذا عم بوصف لك اليوم الطبيب زواها مش بيفحصك اليوم وشافك روحيا بارد، شاف حياتك ما فيها أي حماسة روحية، ما فيها أي إقبال ليسوع، ما فيها أي حب بأنك تعبده، بأنك تقرأ كلمته، بأنك تخطبه، بأنك تعطي، بأنك تعيش لمجده. هيدي نتيجة إنسان عايش بخطية دائمة مش عم بيعترف فيها.
واليوم أنا بدي شجعك من كل قلبي أحبه بأنه قال إن أخطأ أحدكم لنا عند الآب شفيع. قال له هيك مجدير لحدك اللي عندي خبر حلو لك. قال له إن أخطأ أحدكم لنا عند الآب شفيع. قال هو ليس شفيع لخطايانا فقط، قال لخطايا العالم كله. ومشان هيك اليوم أنا بدي شجعك بأنه بالحقيقة هو يجلس، هو جالس عن يمين الآب لكي يشفع بي وبك، لكي يعني يقف. تعرف شو الشفاعة؟ تعرف كلمة بالإنجليزي to redeem أو أنك يفدي هي أنه يغطي. تعرف أنه إجا هيك وغطاك قدام الآب، ولم يعد الآب بالحقيقة يراك إنما صار يرى يسوع. أليس هذا رائع؟ لكن عمل الشفيع لن يكون عملا حقيقيا إن لم يكن هناك اعتراف، لأنه هو لما قال إن اعترف بخطاياكم لنا شفيع. إذن أنا لما عم بعترف أنا عم حرك يسوع إنه يغطيني. لكن طالما أنا ما عم بعترف اللي عم بعمله هو إنه بالحقيقة عم حاول غطي حالي بأعمالي، وأعمالي مش رح تسترني، رح تكشف ضعفي أكثر وأكثر وأكثر. اسمعوني أحبة، وعلى هذا الأساس إذا أنا أحيا بالإيمان اليوم، إذا أنا أحيا بالنعمة، إذا علي أن أدرك بأنه بعد ما أسقط بالخطيئة هناك لي شفيع عند الآب. وأنا اليوم عم شجعك بأنه النعمة غنية، نعمة الله تفيض. لك شو قال كده مقدس؟ نحن هلأ عم نحتفل بعيد الميلاد، يعني اللي هو من أجمل الأعياد، عم نحتفل بأنه الشريعة أعطيت بموسى لكن النعمة والحق بالمسيح يسوع. قال له هيك حدك، قال له الشريعة أعطيت بموسى. تعرف مذهل بالنسبة لي لما رحت على الهند، رحت من أسبوعين كنت بالهند وبعد أسبوعين رح كون بالنجوى. هاليلويا. بس إنه بس بالهند مذهل بالنسبة لي تشوف التدين بأماني أحب. إذا بتطلع بكيف هدول الأشخاص بيتصرفوا، يعني اللي بيفوتوا على الهيكل وبيعملوا وشبيتهم، لأنه طلعت قبلت مع المسؤول عن الصيخ بكل العالم، واللي هو يعني بدك تقول مثل بابا روما، يعني البابا تبع الصيخ. وقلت له لفارس إنه البابا تبع الصيخ، قبلت مع البابا، قال لي هدول شو الصيخ بيعملوا؟ بيعبدوا الصيخ يعني؟ قلت له أنا شو بيعملوا؟ قال يعني بحطوا صيخ هيك وبيعملوا. قلت له لا يا خي، الموضوع الصيخ هذا نوع من الناس. وشيء مذهل بالنسبة لي كيف بيطلعوا. تخيل بأنه يعني واحدة من القصص عم بحاولوا يعملوا خير ليوصلوا ليرتقوا بهيدا الكارنة أو الجسد تبعهم إلى حياة أفضل، لأنه طبعا بيقوم التقمص بأنه بترجع بتعيد الحياة إلى آخره. لكن الشيء المذهل بالنسبة لي بأنه كيف إني عايشين كتير لدرجة بأنه نكرين أي شيء آخر، ما عندهم الشيء اللي نحن عنا إياه. يعني بقول بخيي نحن عنا كل الحق. وشيء مذهل إنه أنت بتعرف كل الحقيقة، بتعرف شو المصيبة، بتعرف شو عمل يسوع، والشيء اللي كنت عم بحكي عنه الأسبوع الماضي شيء مذهل بأنك في حقيقة اسمها يسوع المسيح. لا عم طلع فيه. مين متأكد بأنه يسوع إجا على هذا الحياة يعني؟ لكن لشو حاطت عم تحتفل بعيد؟ مين متأكد؟ فائدك مين متأكد؟ أنا بتعرف أنا سألت واحد من أسبوع، قلت له متأكد بأنه يسوع إجا؟ قال لا ما أنا مش ما أصلا ما في شيء اسمه يسوع. فبتعرف الإنسان شيلك من الإنجيل، شيلك من الإنجيل، لأنه الأشخاص مع أنه ما فينا شيلة من الإنجيل، بس أنه خلينا نقول أنه هلا أنه أنا عم حاول أقول بس أنه ما فينا شيلة من الإنجيل، بس شيلك من الإنجيل مع أنه ما فينا شيلة من الإنجيل. أدلة مجيء المسيح لم تكن فقط في الكتب المقدسة. أسمعني، يعني للأشخاص اللي بتعتقد بأنه المسيحية فقط من حسب كتابات المسيحيين الأوائل، رغم أنه بحد ذاتها هيدي أيضا وثائق تاريخية معي، لأنه الموضوع يعني هيك. بس لأشرح لك الإنجيل شوي، لأنه في منكم ما بيعرفوا شو الوضع. يعني الإنجيل اللي بين إيديك، العهد الجديد، خلينا أقول لك الإنجيل بين إيديك العهد الجديد، بس لذكر الناس بأنه بالحقيقة بهذاك الوقت ما كان في مطابع،
بهذاك الوقت كل شيء أنا وياك منقراه هو نتيجة إنسان قعد وكتب ونسخ. معي؟ جاب أوراق البردة وقعد نسخ وعمل الكتب وحطوها بقلب كتب وجمعوها لصارت كتاب. وعلى فكرة كانوا يغلفوا الكتاب بنوع من الخشب أو أنواع أخرى من جلود. وهيدي الكتب الوثائق أو المخطوطات اللي بين إيدينا عن العهد الجديد اللي هي شيء فعلا مدهش بأنه عنا وثائق وعنا مخطوطات وعنا كتب عن الكنيسة الأولى اللي هي شيء مدهش جدا. يعني مش صاير سابقة بالتاريخ بأنه كتب انكتبت بهذا الأسلوب. ما في ولا أي سابقة بالتاريخ. يعني بتتعرف قيمة هذا الكتاب اللي بين إيديك اللي أنت حاطه تحت المخدة أو مدري وين حاطه مش عارف قيمته. عندي خبر لك، هيدا ما بيباركك تحت المخدة، بيعمل لك ديسك شيله من هونيك. تحت المخدة ما بيفيد، بيفيد بأنك تفتح وتقراه. يعني مثل واحد أنا بعت لك رسالة هلا وأنت قاعد قد ما بتحبني قاعد كل نهار عم تبوس الرسالة، بس أنت ولا مرة قعدت قريت على هالرسالة. يمكن أنا بهالرسالة عمل لك دخيلك تعال تساعدني أنا بغرقان خير، وأنت ما جيني رسالة خيريها. بناس قاعدين عم يبوسوا الإنجيل لأنه أنا خي عود قري. شو بكم إيه؟ لا ولا مبلا صح؟ طيب سؤالي لعلك اليوم بأنه في هذه الرسالة كتبها الرب، لكن كتبها لعلك من أشخاص عدة. يعني لو أنه واحد واثنين كاتبين الإنجيل كنا منكون عندنا شوية علامات استفهام، لكن عدة أشخاص. كتاب المقدس العهد القديم في عدة أشخاص بعدة أجيال انكتب. معي؟ لمدة سنين ومئات السنين وكلياتهم حكوا نفس الرسالة، وهذا شيء مدهش. كلياتهم أشخاص اللي كاتبين الكتاب المقدس على فكرة اللي بين يديك هن أباء، هن ملوك، هن حكماء، هن رعاة غنم، هن عمال، هن أشخاص عاديين، هن في منهم نجارين، في منهم أطباء، في أشخاص كاتبين هذا الكتاب المقدس اللي بين يديك منهم فلاسفة كالرسول بولس. لكن الشيء المدهش بالنسبة لي بأنه كلياتهم حكوا نفس الشيء. لكن الشيء المدهش بعد بالنسبة لي أكثر بأنه كلياتهم مش بس حكوا نفس الشيء، لكن كانت قيمة غير عادية معنوية لهذا الكتاب بأنه انتشر انتشارا غير عادي، لدرجة بأنه نحن أول 300 سنة من المسيحية عنا أكثر من 24 ألف مخطوطة. اسمعني، إذا أنت عم بتلاقي 24 ألف مخطوطة يعني بك تقول في قدهم مينيموم على 1000 مرة. ده أنت لقيت بس هيدول اللي بقيوا. يعني في 24 مليون مخطوطة بس نحن لقينا 24 ألف. نعم بتقلي طيب لحظة، بس أنت عم تحكي 24 ألف مخطوطة بس هذا عادي أنه فينا نضل نلاقي كتب هيك. تعرف أهم كتاب نحن ملاقيين له مخطوطات غير الكتاب المقدس هو بالحقيقة كتاب اللي يزل فيه 1300 مخطوطة، 1700 مخطوطة، 1300 بالحقيقة. هذا أهم كتاب عنا إياه بالعالم أنك بتلاقي شيء. حقيقة في كتب كتير، في مخطوطات قديمة كتير تلاقي منها مثلا 50 100 20 30 10 7، لكن تلاقي 24 ألف مخطوطة. هذا بيقول لي وبيقول لك قديش كانت مهمة انتشار هذه الرسالة، تغيير العالم، تغيير سريع للعالم. إذن الموضوع مش موضوع وهم عن مجيء يسوع، في شيء حدث صار بالتاريخ، قسم التاريخ قسمين قبل المسيح وبعد المسيح. مش بس هذا كلياته، لكن بعد الأحلى من هيك بأنه انكتبوا ال 24 ألف مخطوطة انكتبوا ب 17 لغة. عم تحكي اللغات العتيقة. تعرف يعني قديش أنا بدي أكون هلأ إذا أنا عملت شيء كتير عظيم. هلأ مش نحن جيل الطباعة وجيل الإنترنت وجيل الانتشار السريع وجيل الوسائل التواصل الاجتماعي، ويا لطيف تخبر خبرية هلأ العالم كلياتها بصير يعرف فيها، مش هيك؟ لكن قديش أنا بدي أكون كتير 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 عم بحكي شيء عظيم لحدا ترجم لي إياه ل17 لغة هلأ بهذا الجيل ويبعثوا لكل العالم، ياخذ فرصة انه يقعد هيك يترجمه ل17 لغة. واللغات هذيك الوقت ما عم نحكي مثل هلا في مدارس بتروح تتعلمها.
هذا عم تسمع علي اليوم. عم نحكي للمسيحيين الأوائل تشوف قديش أهمية هذا الكتاب اللي بين يديك. لكن مش بس هذا وكله. اسمعني رح أقول لك شيء، رح أدهشك هلأ، رح أفعلك خبرية هلأ جيب أجلك فيها. شفتوا العهد الجديد كله من متى للرؤية؟ أوكي؟ المسيحيين الأوائل كانوا يكتبوا كتب، ما كانوا بس يكتبوا، يعني ما عم نحكي عن الكتب المقدسة اللي بين إيدينا، لكن الكتب العادية. يعني مثلا هلأ بتنزل على المكتبة تبع آيات بتقرأ كتب، تخيل مكتبة طويلة عريضة. هلأ إذا منعبي كتب اللي مكتوبة عن هذا الإنجيل، كم كتاب بالعالم انكتب عن الإنجيل، عن رسائل، عن 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 رسائل بولس؟ على فكرة أنا عندي موسوعة بس عن رسالة العبرانيين، موسوعة انسايكلوبيديا. يعني تعرف قديش واحد قاعد بولس قاعد هيك عم بيكتب. هلا في ناس بتقول لك بولس، في ناس مش مهم، مهم إنه اللي كاتب رسالة العبرانيين قاعد عم يكتب، عم يكتب، كتب، عمل 13 إصحاح وبعثها رسالة. واحد كتب مكتوب إيميل. تعرف هلا كم أطروحة دكتورايات بالعالم انكتبت عن رسالة واحدة؟ فين لك بالملايين، بالملايين. ناس تخرجت بدكتوراه تخصصها رسالة العبرانيين. اسمعني، وبتعرف لما بقعد بفكر انا درست رسالة غلاطية لما كنت بالجامعة، درست كتاب ارميا ومراثي ارميا وعندي فيهم تخصص، عامل عنهم كتب وابحاث. لكن بتعرف لما بقعد بفكر بكل هيدول المخطوطات وبفكر بكل هيدول الكتب وبفكر بكل هيدي التفاصيل، بقعد بوصل لنتيجة وحدة بانه شيء مدهش اللي بين ايدينا هيدول. اذا مستحيل تقول بانه انا بحطهم هول على جنب، خليني اطلع بس بالحقائق اللي خارج المسيحية. مع انه هلأ رح خبرك عن الحقائق خارج المسيحية، عشان هيك عم اقول لك ما فينا نحطهم على جنب لانه واضحين. لكن الشيء الاكثر بعد مدهش بالنسبة لي بأنه كل الكتب اللي انكتبت من المسيحيين الأوائل، اسمعوني انت هون، كل الكتب، يعني إذا واحد عم يكتب كتاب اسمه المحبة التي تغفر مثلا، كتاب اسمه نعمة الله، كتاب اسمه سلام يسوع، عرفتني، وعم يكتب كتب وبقلب الكتب عم يحكي هو شو بفكر وإلى آخره، من هدول الناس المسيحيين الأوائل. اسمعني، المسيحيين الأوائل عنا مخطوطات لكتب انكتبت، مش كتاب مقدس، كتب انكتبت من المسيحيين الأوائل، أباء الكنيسة عم بحكي. اسمعني، لأول 300 سنة من العصر المسيحي استعملوا كل آيات العهد الجديد ما عدا 7 آيات. ما اسمعني، هذا فهم شيء؟ بس بسام فهم. هللويا، الله يباركك. خير بس شكر الله من أجل ذكاء بسام. خير، مين فهم شيء علي؟ حدا فهم شيء؟ ممكن مش مركزين. طيب رح أرجع، أنت هون ما حدا فهم شيء، رح أرجع. تعرف الكتب، واحد كتب كتاب بقوم بقلب هالكتاب بقول وكما قال بولس في رسالة كورنثوس، بقول رسالة كورنثوس مثلا، وكما قال بطرس في رسالته، بكتب رسالة بطرس وبحط الآية، وكما قال يوحنا، وعم يستشهد بالكتاب المقدس اللي بين إيدينا، الإنجيل في العهد الجديد بين إيدينا عم يستشهد فيه، عرفتني. قاموا كل هيدول الناس اللي كانوا عايشين بالعصور الأولى بالمسيحية كتبوا كتب عديدة، استعملوا، استشهدوا بآيات في العهد الجديد اللي بين إيدي وإيديك كل آياتها ما عدا 7 آيات. كل آياتكم هلا، أيهن هدول 7 آيات؟ بالنسبة لتعرف شو هن هدول الإنسان، شو حشور يا أخي، اسمعوا، بدي أعرف ال7 آيات. أنا بعرفهم ال7 آيات بس مش رح أقلكم عنهم. بس على كل الأحوال تعرف لما بقعد بفكر فيها بأنه قديش مذهل. لكن لاحظ المؤرخين الغير مسيحيين، أنا بالنسبة لي بعد مدهش أكثر أنه مؤرخ يهودي ومؤرخ روماني ومؤرخين يونانيين يذكرون حدث مجيء المسيح على الأرض. نسمعنا من جديد، هلأ نحن بدنا نؤرخ تاريخ لبنان. هلأ أنت تفوت مثلا على مدرسة، على حالة مدرسة، أوكي؟ كم واحد منكم راح على المدرسة؟ مين منكم معلم هون؟ خلينا نشوف ايديكم. ما شاء الله، في محد عم يرفع ايديه؟ ارفع ايدك. اذا فايت شي مرة بحياتك على مدرسة، مين واصل للبروفي؟ مين واصل للبروفي؟ ارفع ايدكم. ما تستحوا، ما تستحوا. المش واصل للبروفي ما يستحوا. طيب مش واصل للبروفي، بسقفينا.
اللي واصلين للرفيق مين وصل للسكوند والباك يعني هلا الصفوف الثانوية يعني مين وصل للصفوف الثانوية برافو 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 أشخاص واصلين للصفوف الثانوية طيب تعلمتوا بالصفوف الثانوية حضارات وتعلمتوا تاريخ العلوم عند العرب وتعلم مفروض هدول كان على أيام وتعلمتوا تاريخ العالم صح وتعلمتوا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية صح وتعلمتوا عن الاستقلال تبع لبنان صح شيك شو بكم ايه ولا لا وتعلمتوا عن أسامي رؤساء الجمهورية ومين إجا وشو عمل وعن الدستور وعن الانتداب الفرنسي وعن حكم العثمانيين إلى آخره صح طلع فيه مين في عين فخر الدين طيب بمعنى من المعاني هيدول كلياتهم حقبة من تاريخ لبنان منيح طب هلا اذا بدي كتبوا تاريخ لبنان الحديث بجيبوا سيرتي يمكن يجيبوا سيرتي ما بعرف بس مش راح يجيبوا سيرتي صح لاني مش كثير مهم بلبنان شو بكم صح اي ولا لا يا اخي شو بدك فيه بجيبوا سيرتك لك راح يجي واحد كاتب كتاب تاريخ يقول وخلق فارس في ناس رح تكتب حدا دغري مرع لك انه اذا خلق جو وفي سنة اي سنة خلقت جو واحدة مدال جديد جو في سنة 1991 ولد النبي جو وكان شابا وسيما لا في شي مرة قريت بكتب التاريخ عم ينذكر عن اشخاص هامشيين ها طب اسمعني اذا لما واحد عم بيأرخ تاريخ امه لما واحد عم بيأرخ تاريخ بلد تاريخ مجتمع تاريخ عالم وفجاه بكتب التاريخ يذكر حدث مجيء المسيح لانه في شيء صار في هذا الحدث مجرد انه انذكر الناس تقول لك بس من كتب كتب تاريخ كتير انه ذكر واجا المسيح نا ليش بده يذكر واجا المسيح اذا هو ما كان لا ملك وما كان لا فاتح وما كان لا شخص من النبلاء والاشخاص الحكام واللي غيروا العالم نا الاشخاص التاريخ لا يذكر الا الاشخاص اللي عملت امور غير عادية ما بذكرك شو بكم لا حتى الأشخاص اللي عملت عاطل بذكرها التاريخ التاريخ ما بيعطي رأيه مفروض للأسف نحن كتب التاريخ على بتعطي رأيه مفروض الكتاب التاريخي يذكر أحداث مثل ما هي هيك صار من دون ما يعطي رأي مين ما هو حق مين ما هو حق مش شغلي أنا أعمل لك هيك صار أن يذكر المؤرخون سيطانيوس وجوزيفوس عن حدث مجيء المسيح لبل يذكروا بأنه في شيء صار وغير العالم بمجيء المسيح الناس انخضت بمجيء المسيح كان رجل معجزات أن يذكروا كل هيدول التفاصيل هو عن حقيقة مسيحية ناسماني أنك ترى وتعرف بأنه يسوع أتى إلى هذا العالم تقرأ عن كل أفعاله تقرأ عن كل أقواله تقرأ عن كل تعليمه تقرأ عن موته تقرأ عن قيامته تقرأ عن أتباعه تقرأ عن كل اللي صار بعد ما مات وقام وانتشار الإيمان به فجأة يعني بظرف كم سنة غير العالم كله إيمان بهذا الإنسان اللي بين هلالين أبدأ أسألك سؤال إذا حقيقة المسيحية مش بس مبنية على مشاعر حلوة مبنية على حق تاريخي بصمات الله في العالم موجودة في كل العالم يا أحبة ما تسمعوني إذا إيماننا مش إيمان غبي مش إيمان بيبرم حول حجرة مش إيمان بيطلع مثلا هدول بيطلعوا على التبت الرهبان تبع التبت بيطلعوا بيصلوا صلوات على فكرة اخترعوا منه هلا صلوات مسيحية تعرف عرفتوا صار في تعرف كيف بيصلوا في دواليب بيبرموها انت بتطالع مثلا هدول رهبان تبت هدول الأشخاص الهندوس وهدول الأشخاص البوذيين هدول الأشخاص بيحطوا دولاب وبيكتبوا عليه صلاة وانت لأنه ما عندك وقت تصلي انت وطالع مثلا على الجبل طالع تعمل شيء عمل مدري شو انسان بتبرم الدولاب هو عم بيصلي افكر حط لي كم دولاب برا لا سهلكم حياتكم نهار التنين فارس عندك اجتماعات صلاه هون من الساعه 7 للساعه 10 بالليل
بدنا نحط الدوليب خلاص كل واحد بروح على بيته خلي الدوليب يقوم حط له رول ما يضل يبرم ساعتين مطير تركه شغال ليل مع نهار هذا عم يبرم. فيك تخيل بانه اشخاص هيك بتصير؟ فيك تخيل بانه الناس ما عندها علاقه مع الله؟ نسمعوني يا احبه كل ديانات العالم عم تحاول توصل لربنا، لكن المسيحيه ربنا حاول يوصلنا لنا. ما في ولا دين بالعالم بيجي بيقول لك انا واقف على الباب اقرع، ان سمعت صوتي وفتحت الباب ادخل اتعشى معك وانت معي. ومشان هيك اليوم انا عم بقول لك كنت مندهش باني شوف بمليار و300 مليون انسان، شيلهم هدول حطهم مع الصينيه، الصين مليار و400 مليون، يعني هن والهنود والصينيه ماشيين على المنخار، يعني هذا بخلف ولد هذا بخلف ولدين، هذا عم بتشوفوا بعد بقول لك من هلا بعد لانه ماشيين بقوه الهنود عم بخلفوا ماشيين ما في عندهم حد للنسل، مش مثل الصينيين. بقى الهنود بيقول لك بعد من هلا لسنه 2030، سنه 2030 انعشنا بصيروا هن اكبر بلد بالعالم من حيث عدد السكان، بصير في كثير هنود. فيك تخيل هيدول الشعبين، عم تخيل عندك حوالي مليارين و700 مليون، حوالي 300 مليار 3 مليار نسمه بالعالم بيقولوا عن حالهم مسيحيين، يعني نص العالم تقريبا، في حوالي نص العالم بيقولوا عن حالهم مسيحيين، في عندك حوالي مليار و700 مليون بيقولوا عن حالهم مسلمين، في عندك حوالي او مليار و300 مليار 700 بيقولوا عن حالهم مسلمين، لكن في عندك حوالي 3 مليار انسان الا شوي، مليارين و700 او مليارين ونص انسان بين بوذيين وبين هندوس وبين كونفوشيسيين وبين هدول الاشخاص والصيخ. بتعرف هذا مثلا تفوت عندهم على هيكل بيقول لك بفوت بيعطوه ورقه تاخذ صحن بروح بيحط لك اكل تاكل لانه هي بركه الهيكل، بيطعموا نص مليون واحد كل جمعه، اكل تشبع. يعني قعدت افكر انا وطالع من هنيك قلت اذا هن عم بيطعموا نص مليون واحد كل جمعه ليش في ناس فقراء وما عم تاكل وبتموت من الجوع؟ مش سؤال يسأل؟ شو بكم صح؟ مش سؤال؟ كل جمعة بياكلوا وجبة طعام، يعني خبز وأكل بيطبخوا لهم طبقة مصورهم تفت على المطبخ اللي عم يطبخ لكل جمعة ومجانا. هلا أنت بيرجع بيروح بيتبرع، وإذا بدك تتبرع بس فيك ما تتبرع وفوت بس تاكل اكلات، بعدين تفوت تبرم كل الوقت في واحد الكاهن تبعهم قاعد هيك عم يعمل معه ريشه كبيره وعم بيقرا الكتاب المقدس تبعهم، بعدين تفوت انت بتعمل صلواتك وبتفل. اسمعني يا احبه، وما عندك علاقه مع الله، كل اللي عندك اياه انك انت ان شاء الله تكون منيح كفايه لتاني مره بتخلق فيها ما تطلع نمله. تخيل صار صور تنتهي تحت شي مش شي، يعني في تخيل هذا الصرصور اللي عم بقتله يمكن جدك هذا يا جو. انت عم تقول لك جدته لا. رب ارحمنا. انا ما عم بتمسخر يا احبه، بس عم بقول لك شغله اسمعوني بامانه، مش عم بحكي مسخره، عم بحكي عن قديش في ناس عندها امانه تجاه ولا شيء، لكن عنا نحن القدوس البار اللي تجلى عنا بكل قداسته ومحبته، ولكننا عايشين بعدنا عم نحاول نقول له تعال انت الحقني. تعال انت الحقني. بقول لك انا واقف على الباب اقرع ان سمع احد صوتي. تعرف للمفارقة بأنه هذه الكلمات ما انحكت لناس مش مؤمنين، انحكت لكنيسة. هاي الأولاد اجوا عرفوا الرب بس هن بالحقيقة بعد ما فاتوا لعنده ما بيعرفوا، لأنه عايشين كيف؟ عايشين بدوامة بأنه أنا عم حاول كون منيح، بختي برجع بعترف، بعدين زقت اني اختي، بعدين زقت اني اقرأ، الحقيقة زقت اني اجي على الكنيسة أساسا، بس أنه أنا أصلا مؤمن، أنا بعرف أنه هاي الحقيقة مزبوط وبعرف أنه هون صح مظبوط،
بس يا خيي خلاص ما أنا الله بيعرفني والله بيعرف قلبي والله بيعرف حياتي، لكن بالحقيقة عندي خبر لك ما تزعلوا مني، أنت بقى ما عرفته. ورح يجي نهار لما بتوقف قدامه رح يقول لك ابعد عني أنا لم أعرفك أصلا. تعرف لما أنا وياك عايشين بهالدوامة بأنه أنا بدي أعمل الصلاح بدي أعمل الصلاح وروما 7 لكن مش عم بقدر أعمل الصلاح، بتلاقي فيه بجسدي شيء عم يخدم غير شيء، ولكن بتلاقي طيب يا رب بس أنا هلأ شو لازم أعمل؟ اللي لازم أعمله هو أني أسلك بالروح. طيب شو معناتها أسلك بالروح؟ معناتها أن يكون عندي حياة حقيقية مع يسوع. أساسا كيف بدي أسلك بالروح إذا أنا أصلا ما بعرف شو معناتها الحياة الروحية، وأصلا أنا مش مولود ولادة جديدة، لأنه الإنسان الجديد هو الإنسان الروحي اللي عم بحكي عنه، اللي بده يسلك، اللي هو بده يقرر، اللي هو بده يعيش، اللي هو بده يفكر، اللي هو بده يصلي. وإذا بتلاحظ بأنه لما بلشنا أنا وأنت ابتدينا بالروح، ولكن افتكرنا حالنا رح نصير مكملين بالجسد، وهذا اللي كان عم يبهدلون عليه رسول بولس بغلاطي. كيف أنتوا بتبلشوا بالروح وبعدين بتكملوا بالجسد؟ تفتكروا حالكم رح تكملوا بالجسد؟ إذا بتلاحظ ما في أي إنسان، اسمعوني يا حبيباتكم هون، ما في أي إنسان عرف الرب، إجا على الكنيسة، طلع على اللقاء، طلع على مؤتمر، تلامس معه، وهيدول هن الكتاب المقدس بيسميهم ذاقوا النعمة. ما في أي إنسان ذاق النعمة إلا قبل بداية. لاحظ أول إيمانك، طب ليك شو المقصود؟ لاحظ أول ما أنت عرفت الرب لقيت حالك ليك سيمتوم، ليك العوارض تبع إنسان إيمان جديد. تلاقي حالك فجأة ما بدك تعمل شيء غير إنك تصلي، ما بدك تعمل شيء غير إنك تقرأ، عم تدور وين في اجتماعات تحضرها حتى لو بآخر الدنيا، ما بتفرق معك إذا الاجتماع بيطول أو بالحقيقة إذا اجتماعات قصيرة بتحسها قصيرة، بتحس ما كانت تشبعك، بس يا ريت فيهم يعملوا اجتماع 4-5 ساعات. وين في إخوة مجتمعين كنت تروح؟ عطائك من دون حدود، صلواتك من دون حدود، محبتك من دون حدود، بسهولة كنت تغفر. شاهي الحقيقة مش هيك بلشنا؟ شو بكم صح؟ وفجأة تواجهت مع عمال الجسد، مع الناس اللي بتسلك بالجسد، مع القصص اللي بتصير، الحياة الجسدية بقلب الكنائس والحياة الجسدية بقلب المجتمعات تبع المؤمنين، وفجأة وصل لمحل انه قلبك قسي وصرت انت عم تتعامل بالجسد. بالحقيقة اذا بتقعد بتدور وبتبحبش ما في شيء يتغير فيك غير فلسفتك بالحياة، الإيمان بس. إذا واحد بيقعد يكون عندك حرية ضمير، الأشخاص اللي عن جد مش عم تسلك بتدقيق بمحضر الرب وعايش عن جد للمسيح، تلاحظ بأنه بالحقيقة ما في شيء تغير فيك. شو اللي تغير فيك؟ تعرف شو تغير فيك؟ إن غيرت طائفة، غيرت كنيسة، غيرت معتقد، بس أنت ما تغيرت. نسمعوني يا أحبة، إذا كنيسة حياة الفياضة هدفها أنه تغير طوايف فهي تحترق هذه الكنيسة، ما لها أي وجود. الكنيسة خايا تحترق، لأنه مش هذا هو الهدف. مش هدف أنا أنقلك من كاثوليكي لأنجيلي أو من أرثوذكسي لما بعرف شو، مش هذا هو الهدف. إذا أنت مفتكر هذا هو الهدف أنت فاهم غلط. ما آخر هم إذا أنت بتغير مذهب، إذا أنت ما بتتغير آخر هم تغير مذهب. عندي خبر لك، في ناس إنجيليين ما خصهم بيسوع، وفي ناس ما خصهم لا في ناس إسلام بيحبوا يسوع أكثر منك ومني. ما اسمعوني، لما نطلع على السماء ما في طوايف. فوق بالسماء الرب ما رح يقول لك فرجيني هويتك، انت انجيل احلان، هلا 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 هلا. طلع واحد تاني، انت شو؟ انت ارثوذكسي يا كافر. بتعرف يا أحبة، إذا أنت عن جد ما في شيء تغير فيك اليوم، سأل حالك سؤال، في شيء غلط. وبتعرف إذا أنت صار لك سنين ما في شيء تغير فيك، في شيء كثير غلط. في شيء
غلط. لا أرين خير. أنا طيب قبل ليش كنت هيك؟ ليش هلا بطلت هيك؟ لا أنا هلا صرت أفهم أكثر. لا ما صرت أفهم أكثر، صرت جسدي، صرت متدين. تعرف شو المتدين؟ عندي خبر لك. المتدين هو الذي يبدو لكن ليس هو هكذا، هو الذي يقول لكنه لا يملك شيء. شيك يسوع قال، مش أنا اللي قلت، تبدو من الخارج كالقبور المكلسة لكن من الداخل ممتلئ كل طمع ودعارة. تخيل يسوع ميحكي الفريسيين، تخيل عم بيقول لهم ملايين بالدعارة. إيش واحد بيقول لي بل هي بالدعارة بموت، بروح بقعد بدفن حالي بالأرض. كملوا حياتهم طبيعية، يسوع فقعهم بهدلة بس كملوا حياتهم طبيعية. قال له تبدو، تخيل إذا واحد قال لك أنت من برا أبيض لك من جوا كلك دعارة وفزق، لك روح يا كمل حياتك طبيعي. ما كيف فيك ما توقف عند هذه الكلمات؟ ألو ليك، مش بس هيك، على علامات التدين، علامات الإنسان اللي بيجي على الكنائس وما عنده حياة حقيقية مسيحية، هو إنسان يبدو من الخارج، هو إنسان لها سؤال بيقول قصص، اسمعوا أقوالهم لكن لا تفعلوا أفعالهم، لكن مش عايش هو شو بقول. ألو، وشو اللي بخليني أنا أصير بس لابس منظر وبحكي كلمات؟ لأني لا بسلك ولا هيك أنا حقيقة. هي بني بالحقيقة بمكان ما قررت أني أرجع أعيش بالجسد، صار عندي حياة مزدوجة، صرت بعرف بأنه هون الحق، صرت بعرف بأنه شو يسوع، صرت بعرف كل شيء، سمعت وعظ كتير، سمعت كلمات كتير، لكن بالحقيقة ما تغيرت. ولأني ما تغيرت ذكرت أنه كل الناس هيك مثلي، ما حدا عم يتغير، وقررت أنه بالحقيقة أنه كمل أنا هلا عيش مثل ما كنت أصلا عايش، بس بلبس هذا القناع وبلبس هذا الحياة بالأوقات اللي أنا لازم ألبسها، مثل توب بلبسه وتوب بشلحه. واليوم سؤالي لألك يا أخوي، النعمة هي اللي بدها تساعدني أني أعيش حياة فعلا أني بعرفه. أنا اليوم كتبت على الفيسبوك أريد أن أعرفه، أريد أن أعرفه. ما بعرف عنك، ما بعرف عنك، بس هل يا ترى بيشغلك بالك هذا الأمر؟ أريد أن أعرفه. نحن كل الوقت بدنا إياه إنه يتدخل بمصايبنا، بدنا إياه يتدخل بمشاكلنا، بدنا إياه يتدخل بقصصنا، وإذا ما بيعملنا شو منقله؟ منزعل ومنحرد ومنحقد ومبطل نجي على الكنيسة ومبطل نصلي، وأساسا منصير نفكر إنه كل الناس هيك. امبارح اختبرت اختبار رائع مع بنتي. بنتي عم نايمها بتختها، وهي ما بتحب تنام بتختها، بتحب تنام حدي، هي لازم تنام بتختها. وانا اخذتها عودتها وحطيتها بتختها. واختبار كل الوقت لثلاث ساعات امبارح، من الساعة 12 بالليل للساعة 3 الصبح، وهي عم تحاول تقنعني انه هون مش منيح لها. ما بدي اخبركم شو صار تخبرني. وتطلع لي بتفنجيت وتبكي تبكي تبكي، ما بدها تكون هون، بدها تكون حدي. ثلاث ساعات وصل وقت شي نص ساعة انا لقطها هي تبكي وانا ابكي انا وياها. امبارح يوم وجه الصبح هي تبكي وانا ابكي، فهمت شو معناتها، انه انا كثير بحبها بس مش قادر نفذ لها شو بدها. فهمت شو معناتها انه الرب هيك اوقات، انه قاعد معه ومش قادر، بدي نام بالاخر، خلص بابا بدي نام، مش قادر. هالساعة 3 الصبح بدي نام، بس فهمت شو معناتها، انه انا ما رح نفذ لك انت شو بتقولي، مش كلمتك اللي رح تمشي، بس انا كثير بحبك.
تعرفوا يا أحبة، يمكن أوقات الرب هيك عم بيعمل معك لألك، أنت مفتكر بأنه إيه، لكن خلاص أنا ما بد. نحن لأنه جسديين، الفوكس أو التركيز تبعنا هو بس على احتياجاتنا الجسدية ومش على الملكوت وبره. أولا شغلك بالك الملكوت؟ ما سمعوني، يا ريت في حدا عم تسمع علي اليوم. تعرف أنا مش شغل لبالي الكنيسة، مش شغل لبالي، تعرف الخدمة مش شغلة لبالي. مش شغلك بالك هذا الموضوع؟ لا، لأنه هاي كنيسة يسوع أساسا، مش كنيسة لألي. أنا مثقبة إن هون راعي، مثقبة بشيلني بحطني بخدني بجيبني، هذا شأنه. لكن شغل لبالي ملكوت الرب، العالم. شغل لبالي الناس بحلب، شغل لبالي الناس اللي بسوريا، شغل لبالي الناس بالعالم العربي، شغل لبالي حتى هدول اللي فجروا الكنيسة بمصر. شغل لبالي مش كنايس والبنايات، شغل لبالي الناس، شغل لبالي ملكوت الرب، اسمه ليتقدس، اسمه ليأتي ملكوته، لتكن مشيئته. شغل لبالي هيدول، عيش انه كل يوم الصبح تعرف شو صلاتي؟ كيف فيني خلي ملكوتك يتقدم اليوم يا رب؟ كيف في ملكوتك يشتاح اليوم؟ إذا أنا رحت على السوبر ماركت يعني ملكوتك هناك، لأنه ملكوتك في داخلي. يعني رح كون أنا عم مثل مملكتك بالسوبر ماركت. ما تسمعوني أحبة، ناس تفتكر أنه أنت واقف هناك عم تعمل منظر، مرتي بتندهش بأنه أنا وين ما بروح سلم على كل الناس. بقى بفتح حديث مع هذا تبع ترامب، بفتح مرة بدي يلا ما نمشي لحياة الأهدى، عم بحكي معه عليك شو حبوبين، بركي بخبره عن يسوع. أكثر واحد مصيبة إذا قعد حدي هلا راح أستراليا 14 ساعة، إذا حدا قعد حدي وين بده يروح؟ عندي 14 ساعة بالآخر، وين بده؟ بده ينط بالطيارة؟ بفوت بيقعد بالحمام؟ بده يرجع يجي يقعد حدي، وما راح اسكت. بده ينام، قد ايه بده ينام؟ 8 ساعات؟ بعد عندي 6 ساعات. افكر فيها شوي، بانك انت همك لما تفوت على السوبر ماركت الملكوت فات، لما رحت على الشغل الملكوت راح، لما قعد بالمعمل او باي وظيفه او باي مكان او بالجامعه او بالمدرسه الملكوت هنيك. انت عم بتمثل ملك الملوك ورب الارباب. يعني الملك هنيك. لك سؤال، اطلبوا ملكوت الله وبره اولا. تعرف لأنك أنت ولا مرة عشت أنك تطلب الملكوت ما اختبرت بعد كل تلك الأشياء تزاد لك. عشو هي الأشياء؟ تأكل وتشرب وتنام وتلبس وتعيش وفواتير وكل هدول، هدول مش اهتمام واحد مؤمن. اهتمام واحد مؤمن الملكوت ويعيش بالبر. ما أسمعوني، لأنه عم يسلك بالروح عم يطلب هدول. نشغل بالي بهدول، نشغل بالي أن نحب الرب، منشغل بالي اني اقدس اسمه. ليأتي ملكوتك، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك مش مشيئتي. ونهار اللي انا بتعلم عيش هيك رح صير انا عايش بالحياة بانتصار، بوقع اوقات لكن ان سقطت اقوم. مش عايش بهزيمة، بنتصر اوقات وان انتصرت انهزم من جديد. عشان هيك بعرف انه في ناس، بتعرف في ناس قالت لي اياها مره، قالت لي اياها كفارس، كنا بمؤتمر، قال اسيس انا كثير مبسوط بالمؤتمر. قلت له واو هللويا، عن جد الرب عم يعمل كثير بحياتي، هللويا. انا صرت اقول مجدا ليسوع، ما بصلي لكم انا مجد، امين امين. يلا تضلك. قالت لي بس عندي مشكله. شو المشكله؟ انا عارف انه بس انزل هلا على البيت رح ارجع مثل ما كنت. شو هالحزن عن جد، شو هالاحباط. طب ليه فيك تعيش كمل هيك كل حياتك؟ لا لا بس ما انت، انا هلا انتصرت بالمؤتمر بنتصر، بس برجع حياتي بعيش بهزيمه.
طب ليه؟ مبسوط انت هيك؟ عندي خبر لك، فيك تضلك منتصر كل يوم، كل يوم فيك تكون منتصر، كل يوم فيك توعى الصبح يا رب اليوم انا ليأتي ملكوتك سيدي، ليتقدس اسمك يا قدوس من خلال حياتي، ولتكن مشيئتك يا رب. هاي اللي انت عم تعلمني اياه، وانا رح عايش، انا عايش لانه بحبك سيدي، انا بتنفس كل يوم لاني بحبك. ساعة اللي بدك فيك تاخذ هذه الوديعه، انا جاهز اني اكون بمحضرك. هللويا، مبارك انت يا قدوس. مش حدا هيك مثلي بده كمان. تعرف اذا انت عشت فتره باول ايمانك واختبرت الحب والغفران والفرح وحسيت انه محبتك هيدي راحت، المحبه الاولى، عندي خبر لك اليوم ترجع. اذا انت اليوم بتقول له تكون هيك حقيقي مع حالك، تقول له يا رب اليوم انا بنكسر قدامك، انا بعترف اني عشت بالجسد، عايش بامور العالم، عايش بالكفر، بالسبات، بالحقد، بالسرقه، لكن انا اليوم بدي اياك يا يسوع. اذا انت هذا الشخص هنوقف مع بعض يا حب. انا بدي اليوم اني اسلك بالروح فلا اتمم شهوات الجسد. بدي للاسف كل مره بفتح، لكن الروح القدس بيقودني بغير طريقه، ومشان هيك انا فرحان. كان عندي اشياء كثير اقرا لكم اياها، ان كان من عبرانيين او ان كان من روما او ان كان بكورنثوس، لكن ان شاء الله نهار احد. ارفع ايديك امام الرب وبلش اكسكوب قلبك قدامه لثواني قبل ما ننهي هذا الاجتماع. يمكن في منكم يقولوا لي اسيس اليوم انا حياتي رح تتغير، اليوم انا رح بلش اعمل. يمكن تعرف فرصه رائعه يا حبه مسائبه انه عم نحكي هدول الكلمات باخر السنه، يعني عندك فرصه رائعه انك تنهي جيدا هذه السنه وتبلش سنه جديده، سنه 2017 تسميها هيك، سنه اللي بدي اسلك فيها كل حياتي بالروح، بدي اسلك فيها خلي ملكوت الله يتقدم، مشيئته تتم واسمه يتقدس. يا رب علمني. قال من يقف في محضر الرب صاحب اليدين النقيتين والقلب، صاحب اليدين الطاهرتين والقلب النقي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. ارفع يديك قل له سيدي اليوم اعمل في حياتي يا رب. يمكن بحاجة انك تعترف تقول له يا رب سمحني اني سنين عم بسلك بالجسد والأفكار، لك سمعها هيك، قال بالشهوات والأفكار عاملين كما أولاد المعصية. تعرف أنا مبارح فهمت شو معناتها بضيقهم تضايق. شايف بنتي متضايقة كتير وأنا عم بتضايق لأن هي متضايقة، بس ما عم غير لأن أنا بدي إياها أنه تتغير. يمكن الرب عم بحطك بظروف هو قاعد معك فيها، قاعد معك بهذه الظروف وعم بتضايق أنك أنت عم تتضايق، لكن بدو إياك تتغير، بدو إياك تتغيري. فداك يا رب ارحمني سامحني يا قدوس، ما عم بفهم. يمكن سنين ما كنت عم بفهم، يمكن سنين، يمكن صار لك سنين بالإيمان وما كنت عم تفهم شو معناتها أني عايش وعم بسلك بالروح مش بالجسد، عم شوف مثل ما بيشوف في الرب، عايش لأني ملكوته يتقدم، اسمه يتقدس، كلمته تنعلن، مشيئته تتم. هللويا 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 هللويا. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. اظهرت لي عظيم رحمتك بسفك دماء الحمل، حبك يفوق كل خيال، بجملتي أباركك، مجدا لك
قد انشق الحق وأعلنت لنا سرك. الآن أصرخ يا أبا الآب مجدا، فقد صرت لك مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب، كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. هللويا هللويا هللويا، لك الكرامة سيدي لك المجد. خذي الشخص اللي حدك تعال صلي مع بعض، ابتسم له، قل له ليأتي ملكوتك، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك. قل له هيك ليسوع، قل له أنا وأنت اليوم، ما أنا كل يوم نوعه هيك، ونقل له سيدي هالكلمات. اليوم بدي أنه ملكوتك يتقدم، بدي أنه اسمك يتقدس، وبدي يا رب أنه مشيئتك تتم بحياتي. بدي أعيش اسمع صوتك وأسلك يا رب بالروح وليس بالجسد. يا رب اليوم سلمك كل شاب وصبي، علمنا نرجع نعيش يا رب حياة روحية حقيقية. سلمك يا رب كل خي واخت موجود هون اليوم، كل عائلة ممثلة في هذا المكان. تعامل معنا يا رب، رجعنا إلى محبتنا الأولى، ورجعنا نعيش لمجدك كل أيام حياتنا. كل شعب الله يقول هللويا. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين. الله راد تشوفكم نهار الأحد الساعة 11 الصبح، ما تنسوا 7 المساء. نعمة ربنا يسوع، محبة الآب، شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. رب يبارككم معكم، اجتماعنا انتهى، أراكم نهار الأحد القادم إن شاء الله.